الهيلويد أدنى الملثمة الرابعة اليورين لايسيس الكيميكال تيست. الكيميكال تيست اللي هو بي اتش سبيسيفيك جرافيتي بروتين جليكوز كيتون. المهم كل هاي التستات والريجنتات تعرفها زين. عندنا يورين تيست تريب اللي هو ديبستيك، هذا اسمه ديبستيك، يوز ات تو ديتكت ذا كيميكال اوف يورين، الاشياء الكيميائية ببطن البول. إذا عندنا هاي الأشياء البي اتش يا بحموضة، شوف الحموضة، بروتين ماكو بروتين، سكر انت سكر، نوترين نيترايت اللي هو نيترايت اذا اكل ولا كيتون، ميلاتك ميتابوليك برودكت يعني الايض، بلوروبين اللي هو بريك داون اوف برودكت اوف هيموغلوبين يعني تكسر الهيموغلوبين، يورو بلوروجين هو تكسر البلوروبين، ار بي سي ماكو واي بي سي ماكو. جاني شامت مخلينا في السلطة. عندك هنا ليميتيشن ايرو، يا ابو شنو هذا الايرو، شنو هاي الاخطاء؟ اول خطأ اللي هو ميكس اوف سبيسمن. ميكس اوف سبيسمن اللي هو شنو؟ خبطت اليورين، يعني من خبطت اليورين وخليته يعني هيك هزيته هيك خبطته وخليته على الستراب يعني طبقت جوا، وصار اكو صار اكو فالس نيجاتيف وين بال بلاد وبال ليكوسايت اللي هو يعني ار بي سي واي بي سي. الاوفر ديب، اوفر ديب يعني شلون اوفر ديب؟ على سبيل المثال هذا اليورين خليتي وقفته وقعد مثلا الاصفر نزل على الاخضر والاخضر نزل على الازرق والهاي، فتخبطت الريجنتات. ليش يعني خلى بوضع يعني افقي لو خالب العفو عمودي لو خالب افقي كان ما يصير بينا هيك شيء، فتخبطت المواد زين. هذا اسمه الاوفر ديب. زين الكولد سبيسمن، يابا من تكون سبيسمن مالتنا باردة شو معناه؟ معناه slow down of reaction، التفاعل راح ينخفض السرعة مالته. زين يابا من اكثر الاشياء الشائعة بالاخطاء انه ما نخليه بالسنترفيوج، لازم تخلي اليورين بالسنترفيوج. هسه عندك اربع اخطاء تخبطه تخلي واحد ينقط على الثاني الاوفر ديبين، السبيسمن مالتك بارد يعني اليورين مالتنا بارد، ان ان سنترفيوج ما خليته بالسنترفيوج. زين هنا بروسيجر مو مهم، بس شنو المهم هنا كمعلومات يعني انه هذا الاكسات الاربعة والعشرة والاربعين هاي باور فيلد. اوكي المن يسوي هاي باور فيلد اللي هو سيبريت the cellular and non-cellular اللي هي خلوية لا خلوية، اذا تذكرون بالسبيوتين تعرفوهم، ان under the 40 x اللي هو hyper power field. زين عندنا هنا cellular compound اللي هي هاي cellular compound اللي هي count cell يعني خلايا ممكن حسبها، يعني اقدر اقول لك رقم بها صفر نيل ماكو اي شيء، صفر واحد خمسة فيو very few اوكي اكثر من خمسة مثلا ثمانية فيو، عشرة لخمستاعش بلس، ستاعش لخمسة وعشرين بلسين، ستة وعشرين لخمسة وثلاثين ثلاثة بلسات، ثلاثة وستة وثلاثين خمسة واربعين اربعة بلسات، اكثر من خمسين فول فول يعني هواية. اوكي عندك هنا ال other founding او ال other founding، من يقول لك other founding انت لا تصير يعني على نياتك او فطيرة او ما تعرف، لا لازم تركز انه هي non cellular يعني غير خلوية، يعني مو من جسدنا. مثلا شنو مو من جسدنا؟ الكاست مو من جسدنا، الكريستال مو من جسدنا، البكتيريا الباراسايت هذني مو يانا، بس هو كتب other found على مكتب لك non cellular، بعدين انت تطب الامتحان يقول لا شنو يعني نون سيجولار، فلازم تركز بهذا الأمر.
بس هذا سيجولار كومبوننت، هذا شنو؟ نون سيجولار، هذول النون سيجولار. سين فيو بلس بلسين، ثلاثة بلسات، أربعة بلسات، فول فيلد كامل. uncountable uncountable يعني شنو؟ لا يمكن حسابه، يعني ما أقدر أحسبه. المخاط أقدر أحسبه؟ ما أقدر أحسب المخاط وش عدده. الأمورفوس ما أعرف أحسب الأمورفوس جد أعدادهم، أعدادهم خرافية، أعدادهم كل شوية. بس الحليب تقدر تحسب الحليب؟ لا. عندك ناس سالب، سالب يعني نل ماكو، موجب على سالب يعني تريس يعني أكو أثر. بلس لايت، لايت يعني قليل. بلس مودريت متوسط. ثلاثة بلسات هيفي هواية. أربعة بلسات very heavy يعني كل شيء هو. full field يعني خمسة أو أكثر شيء. عندك YPC، عندك RBC، عندك إبيثيرا. هاي الإبيثيرا شوفها هي بيض عين زين. عندك الثريد، شلون صاير الثريد؟ إذا لاحظ شلون قرب صار يتشارك غواش يتشي خيوط زي الموكوس. اوكي عندك هنا شنو هاي الهاي لاين؟ الهاي لاين يكون كاست. اوكي سيجلور كاست يكون شي خلوي، الواكسي يكون زيتي لطيفة زين. هاي الهاي لاين هاي كاست ايش صار، هاي لاين كاست ايش صار. الجرانولار بهالطريقة. عندنا البلادي، البلادي يكون بخلايا دموية، الوايت يكون بخلايا بيضاء زين. نورمال كريستال يورك اسيد اوكسلايد، والله ما ادري شلون راح نحفظهم بس بعد الله كريم زين. اذا كنا هذا اليست، ليش هيك صاير يعني مثل النبات عبالك، صار عبالك مثل الاشجار يشين ترايتشو مونس بنجايتس، هذا بال سيكشوال ترانسميتد بعد شلون يصير بشوار بعبالك شوار منه وبيعيون ثين. ساشو ستوما هيموتوبيوم، عبد الحليم صابيه، ما اقول لك عبد الحليم صابيه. نا بكتيريا، هاي بكتيريا. عندك سبيرم، هاي سبيرماتوز ايه تيلم.